تحياتي ماكرو جروب، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول وبقوة فوق مستويات ال3 جنيه؟ واعتقد ان السهم لسه ما زال يبحث عن قمة ما قبل تصحيح الدورة السعرية بتاعتنا كلها. لو احنا لاحظنا السهم ده عمل لنا موجة من هذا الشكل، عملنا 1 2 ده كله كان 3، تراجع ب4 وعملت 5 اللي صححت من اول موجة، وعملت الموجة الثالثة وعملت تصحيح عنيف في الموجة الرابعة، وكمان انا حاليا في الموجة الخامسة اللي عملت منها 1 2 3 وتراجعت ب4 وحافظت الخط الاوسط للقناه، وما زلت ابحث عن قمه جديده لهذا السهم. طيب تفشل وجهه نظري تماما لو السهم بمنتهى البساطه هبط واستقر تحت المناطق دي وبقوه اللي هي مناطق ال3 جنيه وربع، تتحول النظره الى سلبيه. ولكن لو لاحظنا نلاقي ان احنا بنقول ان احنا عملنا موجه ثالثه فرعيه من المستويات دي، طيب المفروض بتصحح ما بين مستويات ال38 الى 50 فيبو، يعني انا ما زلت فوق دعم مستويات ال3 جنيه وربع، وما زلت اتطلع لقمه جديده ما قبل تصحيح النمط كله. ما زلنا داخل قناه سعريه صاعده، وما زلنا عند الحد الاوسط للقناه، واعتقد ان انا عندي التصحيح شبه مكتمل، وما زلت ابحث عن قمه جديده لهذا السهم ما قبل تصحيح كل الدوره السعريه. واعتقد ان احنا عندنا منطقه عرض مهمه جدا على السهم ده، اعتقد ان احنا ممكن نقرب منها اللي عند مستويات ال4 جنيه. طيب لو انا جوه السهم المفروض اخد اهداف ازاي؟ ممكن اخد اهدافي ما بين مستويات ال161 فيبو لحد مستويات ال200 فيبو، ودي موجه غريبه شويه، الموجه الثالثه فيها جت ضعيفه لحد مستويات ال127 فيبو، فما زلت بستهدف مستويات ال4 جنيه كهدف اول، ومستويات ال4 جنيه و30 قرش كهدف تاني، بحيث ان انا اكون عملت مستويات ال200 فيبو كل الدوره السعريه، واعتقد جني ربح مستويات ال4 جنيه يكون افضل واخرج بامان، وما زلت اتطلع لدوره سعريه جديدة. ولكن ممكن السهم يصعد بيا يضرب لي مستويات ال4 جنيه، وبعد كده يعمل تراجع مرة أخرى، وبعد كده يطلع يضرب مستويات ال4 جنيه و40 قرش. عشان كده أنا بقول نجني أرباحنا عند مستويات ال4 جنيه يكون أفضل، وبالتوفيق.